وادخل. أمرك يا أحمد باشا. خد لي رحيم واللي معايا خالد. لا يا فندم هم مش موجودين. نعم؟ النيابة استدعتهم. إيه اللي بتقوله ده؟ إزاي يحصل الكلام ده؟ يا فندم معرفش والله، أنا جيت الصبح قالوا لي إن النيابة استدعتهم عشان. يا تهريج! إزاي تسمع بكده؟ أنت بتهرج! انت يا بنت ملبستيش ليه؟ مش نازله الجامعه. وماله الزعل بقى بالجامعه؟ بصيلي، فاكره لما قلتيلي انا مستعده استحمل اي حاجه عشان نخرج من هنا ونرجع زي زمان؟ ادينا بندفع الثمن ولسه ما نعرفش هندفع قد ايه. يا بنت بصيلي، ارمي الزفت ده. عارفه ابوكي ما بيحبش حد في الدنيا اكتر منك، مستعد يترمي في السجن ولو عمره كله، بس انتي ما تغيبيش يوم عن الجامعه. انا هنزل خلاص. وهي بنت تخافي على ابوكي؟ انتي ما تعرفيش ابوكي بره البيت ده عامل ازاي. ربنا يرجعه لنا بالسلامة. يا رب يا حبيبتي يا رب. هربت ليه من المراقبة اللي كانت عليك؟ المراقبة؟ أنا أول مرة أعرف إن عليا مراقبة يا باشا. بعدين يعني المؤاخذة لو هما بيراقبوني ومش عارفين يراقبوني تبقى المشكلة عندهم هما مش عندنا. ما هي أقوالك في الطعم المنسوبة إليك؟ بأنك كنت متواجد في الفيلا رقم 34 أثناء إطلاق النار بيها. يا باشا أنا آخر مرة اتواجدت في حتة فيها ضرب نار كان يوم ما جه أحمد بيت دي بيقبض عليا. يوميها سيادتك أنا رحت زقه من العربية. هو فاكر كده كويس. دي كانت آخر مرة. قول لي بقى، أنت آخر مرة شفت الراجل ده إمتى؟ عمري ما شفت الراجل ده قبل كده. انت اخر واحد كنت اتخيل ان اشوفه هنا. جرى يا رحيم بيه؟ انت نسيت انا مين ولا ايه؟ انا سامي عوض. هو في حد غيري يقدر يدخل هنا ويقابل اللي هو عايزه؟ شيطان. اعتبرها مجاملة. طب وانت عرفت مكاني ازاي؟ ده انا نفسي ما اعرفش انا فين. يا سلام، ما انا اصحابي كتير وانت عارف، وبعدين اغلبهم انت اللي معرفني بيهم. لا والله، وتمر معروف عم سامي. ما هو لو ما كانش المعروف تمر ما كنتش ابقى قاعد قدامك دلوقتي. المهم عايزين نقعد مع بعض ونتكلم عشان في حاجات كتير قوي واصلك غلط. انت هتتكلم زي سيد ولا ايه؟ اهو سيد ده بقى هو اللي بلغني بخبر القبض عليك وقال لي ادور عليك وخرجك. يا راجل شوف ازاي. شفت بقى؟ شفت ان انت واصل لك حاجات كتير غلط. المهم انا جاي ابشرك بشرة حلوة قوي 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 يا سيدي البيه. يا سيدي البيه؟ انت قد الكلمه اللي انت بتقولها دي؟ امال انا شايف انك تفكر في اللي قاله لك صاحبك ده. انت مجنون ولا ايه؟ عايزين اسيب شغلي واشتغل في شركه حراسات؟ انا اللي مجنون علشان بقول لك يبقى ليك بزنس خاص بيك؟ طبعا طبعا طبعا. يا سلام. الو، مين؟ مع سيادتك رحيم السيوف يا باشا. تتكلم منين؟ مش مهم انا بتكلم منين، المهم ان انا حبيت اشكر سيادتك لانك اكيد سبب خروجنا. خروجك؟ الله، لو سيادتك ما درتش ما انا اصلي خرجت
لعدم كفاية الأدلة. يعني إيه؟ شكل سيادتك مشغول. أنا مش عايز أعطلك، أنا بس حبيت أشكر سيادتك على وقفتك جنبنا. السلام عليكم. إيه ده؟ هو مش هو اللي خرجنا؟ لا لا، امال احنا خرجنا ازاي؟ اللي خرجني النهارده هو اللي خرجني من السجن، علشان كده حبيت اتاكد اذا كان احمد يجيب لي يد في الحكايه دي ولا لا. رحيم باشا، الاستاذ بيسال على سعادتك. رحيم بالسيوفي، خير؟ في حد في انتظار معاك بره. هو اسمه ايه ده؟ هو احنا لحقنا نشم نفسنا؟ حد مين ده؟ هو في انتظار معاك بره، مستنيك على اول الشارع. طب انا جاي معاك. انا جاي معاك انا كمان، مش هسيبك. جرالك يا حلم، مالك بقيت خفيف قوي كده ليه؟ انت مش شايف الراجل شكله بالناس ازاي؟ اطلع انت على البيت علشان تطمن مراتك وبنتك، وانا مش هتاخر. يلا يلا عمو. اتفضل يا فندم. أمينة، وحشتني قوي يا رحيم. انت ايه اللي جابك هنا؟ اركب ونتكلم في السكة. اركب بقى. الحمد لله تمام يا بابا، كنت خايفة عليك قوي. ما تقلقيش، ما انا معاك اهو. والله ما تعرف احنا كنا حاسين بايه. تعالي. طب ده رحيم لما مشي ما رجعش الا بعد 7 سنين. والله العظيم انا كنت خايفه، خايفه قوي. يا ماما والنبي ما تقوليش كده. والله ما كنت اقدر استحمل حاجه زي دي تحصل يا بابا. ما انا معاك اهو. ما خلاص بقى يا ريم، انت هتعملي حوار؟ ما هو قاعد قدامك اهو زي الفل. رحيم اتاخر قوي. مش كنت رحتوا معاه تشوفوا المشوار الغريب ده؟ هتصل بيه. يا رحيم، انت فين؟ ايه؟ مع مين؟ طمنا يا ابني. ماشي ماشي. خد بالك. ها؟ سلام. رحيم مع أمينة. أمينة؟ أمينة تاني؟ معرفش، لما يجي أكيد هطمنها. أمينة، أنا مش حمل خسارة تانية. وهو أنا اللي حملها؟ بس لازم نشتغل يا حلمي، ولا هنحط إيدينا على خدودنا ونفضل ساكتين؟ ما أنت شايفة البلد عاملة إزاي؟ ده في يوم وليلة الدنيا بتتقلب. حلمي، شحنة السلاح دي لو دخلناها هنبقى في حتة تانية خالص. اسمع مني، والله لا نبقى ملوك البلد بجد. دي آخر سهولة معايا. وأنا زيك بالظبط، بس اللي مش هيخاطر دلوقتي حلمي مش هيكسب. هو أنت فاكر رحيم بقى رحيم إزاي؟ عشان ما كانش بيخاف من حاجة. ربنا يفك سجنه. أيوة بس أنا بقيت بخاف. ما تخافش، اسمع كلامي بس يا حلمي. ده أنا بقول لك أنت اللي هتأمن بنفسك، عشان كده أنا مطمنة وضمناها 100%. هنا